السلام الله عليكم اصدقائي ومتابعي قناه سكولا طب. ان شاء الله غادي نديرو الصفحه 48 والدرس ديالنا هو الزوايا، وغنقراو على منصف الزاويه. اذا قبل ما نبدا التمارين فاصل ثم نواصل. يا مرحبا بكم اصدقائي مره اخرى. اذا غنبداو ان شاء الله اكزرسيس نيميرو 1. اذا التمرين رقم الاول اكمل ملء الجدول التالي. اذا عندنا واحد الجدول خاصنا حنا نملؤه، يعني نكملوا التعمار ديالو. عطاونا واحد المثال، قالوا لنا الزاويه ا او بي، ها هي هاد الزاويه اللي بالاخضر، قالوا لنا الراس ديالها هو او. اذا راس الزاويه هو او، هذا هو راس الزاويه. وقالوا لنا قياس ضلعيها، عندنا الضلع عين ديالها. علاش قالوا لنا بحال هكا؟ يعني اسم المستقيم. اذا الضلع الاول هو هذا والضلع الثاني هو هذا، اذا فيها جوج ديال نصف المستقيم. ملي كينطلق الراس هو الراس. اذا قياس الزاويه ديالها، اذا قياس الزاويه ديالها 180 درجه، لانها كتساوي نصف دائره، والقياس ديال نصف دائره هو 180 درجه. صافي ماشي، لانه نصف دائره. وهنا قياسها بالدرجات التقديري، يعني كنقدروا، ولكن القياس ديالها بالدرجات 180. اذا 180 هي مستقيميه. علاش مستقيميه؟ لانها كدايره بحالها بحال المستقيم. مازيان، اذا مستقيم بحال المسطره، مستقيم يعني كنقولوا عليها مستقيميه، والقياس ديالها شحال؟ 180 درجه. مازيان، اذا غادي نمشيو للقياس الزاويه اللي هو جي او اف. اذا جي او اف الراس ديالها هو شنو؟ راس الزاويه هو او، هو اللي كنديرو فوقو هاد القوس. اذا راسها او، ضلعيها هو او اف، او اف و او جي. اذا هادو هما الاضلاع ديالها، او اف و او و او جي. حسن جدا. القياس ديالها شحال تقريبا؟ اذا القياس ديالها كيعطيني، كنلاحظ بانها زاويه قائمه، اذا القياس ديالها 90 درجه تقريبا. اذا قياسها 90 درجه تقريبا. مزيان، اذا قياس بالدرجات 90 درجه، وكنسميوها زاوية قائمة. زاوية قائمة، أحسنتم أبنائي. إذن هي زاوية قائمة. مزيان، إذن غادي نمشي للزاوية أم ك إل. ام ك ال، هاد الزاويه هادي ام ك ال، اللي الراس ديالها هو ك، راسها ك، كنديرو فوقو هذاك الشابو. اذا كنكتبو هنا راسها ك، اطراف ديالها ك ام، عندها ك ام. درنا بان من هنايا مسدود من جهه ك لانه هو الراس، ومحلول مفتوح من جهة ام لانه نصف المستقيم، و ك ال كذلك مسدود من جهة ك ال لانه هو الراس ومحلول من جهة ال. قياسها تقريبا، بما ان هي اقل من القائمة، التقريب ديالها هو 60 درجة تقريبا. 60 درجة تقريبا، اذا نفسها غادي نعاودوها، قياسها بالدرجات هو 60 درجه، وكنسميوها زاويه حاده. زاويه حاده، احسنتم عملا، جيد. اذا غنمشي للزاويه الاخيره اللي هي اي اش جي. اي اش جي، اي اش جي راسها
هذا هو الرأس ديالها اللي هو اش، غنديرو فوقو شابو. تري بيان، اذا رأسها اش، اطرافها ولا ضلعيها هو اش جي و اش اي. دائما الاطراف كيكونوا مسدودين من جهة الاش لانه هو الاصل هو الرأس، وكيكونوا مفتوحين من جهة من جهة الثانية لانها مستقيم. مزيان. و قياس الزاوية التقريبي هو 120 درجة. المهم نتوما عاودوا حسبوا هذا القياس ديال الدرجات باش تاكدوا مزيان، باش الا كنت انايا عندي ما ضبطش معايا الحساب يكون معكم. وكنسميوها الزاوية، النوع ديالها منفرجة، زاوية منفرجة. احسنتم. اذا مشيو التمرين الثاني. اذا ثانيا، اتتبع مراحل الانجاز ثم انشئ الزاوية بي ك بي ار تقيس الزاوية ا او بي، علما ان التلميذ اعطانا بان او اي كتساوي بي او و او جي كتساوي بي اف. اذا عندي جوج ديال الزاويات، خاصني نرسم كل زاوية على حدة. اذا المرحلة الاولى غادي نرسمو الزاوية المراحل باش نرسمو الزاوية. اذا عطاونا هنايا، حنا عندنا الزاوية غادي ناخدو الزاوية. اذا نمشيو نرسمو الزاوية ديالنا. اذا باش نرسم الزاوية ديالي غناخد المسطرة في الاول، غادي نرسم القطعة ديالي الاولى اللي هي او القلم، غادي نرسم مسطرة الاول الاولى ما عطينيش هما القياس، غادي نرسم القطعة الاولى او، وغادي نرسم عاوتاني وغناخد المسطرة ديالي وغادي نحاول انني نرسم القطعة الثانية. ندير المسطرة هنا وغنرسم بالزاوية اخرى باش ندير المرحلتين بجوج معا. جيد. اذا ناخد القلم ديالي نعاود نرسم الزاوية الثانية. اذا القطعة مزيان، نرسم القطعتين بجوج. غادي نكتب الرأس ديال الزاوية او والرأس ديال الزاوية بي. اذا انا رسمت الرأس ديال الزاوية الاولى اللي هي او، ورسمت الرأس ديال الزاوية الثانية. اذا انا غادي ناخد البركار ديالي باش نرسم القطعة او اي اللي كتساوي او جي. اذا قبل ما ناخد البركار اش قالوا لينا في الزاوية، غادي ناخدو القطعة او اي كتساوي القطعة او او جي، بحيث اشنو غادي ما تكونش عندي، نحتفظ على نفس المسافة. صافي. اذا هادشي اللي غادي ندير، غناخد البركار ديالي وغادي ناخد البركار وغادي نمشي نعبر المسافة ديالي باش ما نحركش انا البركار. اذا ناخد واحد المسافة بحال هكا نحتفظ بها باش ارسم دابا القوس ديالي. اذا انا غادي ارسم تقاطع القوس باش نحدد النقطة الزاوية ديالي. بنفس الطريقة غادي نهز البركار وغادي نمشي للجهة اخرى وغادي نرسم ومحافظ على الفتحة ديال البركار ديالي. صافي. باش تكون عندي او اي كتساوي لينا او جي، وغادي نرسم حتى هو غادي نطراسي نفس الشيء اللي درت. ندير واحد ربع دائرة بحال هكا. دابا غادي نجي وغادي نرسم واحد الزاوية حيت ما عطيناش قياس ديالها، غادي نرسم الزاوية ديالي. اذا منين هما ما عطاوناش القياس، حنا غادي ناخدو غير المسطرة ديالنا وغادي نسطرو، ناخدو واحد المهم هما قالوا لنا ناخدو القلم ديالنا ونجيو نرسمو الخط تقاطع باش يعطيني جي. مزيان. بنفس الطريقه اللي درت غادي نهز المسطره ديالي وغادي نمشي للجهه اخرى حتى هي، وغادي ندير نفس العمليه. اذا من الراس ناخذ القلم ديالي وغادي نرسم المستقيم اللي يقطع لي هذاك القوس في النقطه جي. مزيان. نحيد القلم ديالي. دابا نكتب الحروف. اذا هنا كما كتشوفوا الارقام ديالي محطوطين كما هما. اذا هنا الزاويه ا او بي، عندي او اي كتساوي بي اف، بي او، او جي كتساوي بي اف. اذا هنايا
غادي نوضع النقاط الاخرين وغتكون نفس الزاويه، وهذو هما المراحل. اذا نديرو غير النقاط، اذا وغتبقى لينا هذه الزاويه، اذا هذه الزاويه قدها قد هذه الزاويه، اذا هذه الزاويه قدها قد هذه الزاويه. اذا هادشي اللي مطلوب منا، عندنا الزاويتين متقايستين. تمشيو التمرين موالي. اذا التمرين رقم 3، ارسموا الزاويه ا او بي على ورقه. اذا رسموا الزاويه على ورقه، اقصوا الورقه باتباع نصفي المستقيم. اذا نقصوها من الجناب ديالها بحال هكا باش يبقى لينا عندنا بحال في. اطوي الورقه على شكلان للزاويه ا او بحيث ينطبق الضلع او ا على الضلع او بي. اذا نطوي الورقه باش يولي او ا جي فوق او بي، بحال اللي غنبغي نصابو شي صاروخ. اذا ارسموا الخطي، يعني ملي غادي ندير نطوي هذه الورقه على ورقه، داك الخط اللي بيناتهم غادي نرسمو. اذا ماذا يمثل المستقيم دي بالنسبه للزاويه؟ اذا هذاك المستقيم دي احنا غادي نكتبو دابا الحل هو شنو، منصف الزاويه. اذا هو منصف الزاوية منصف الزاوية A أو B، يعني كيقسم هذيك الزاوية على زاويتين متقايستين. أنا غادي نرسمو هذا المنصف وانتوما ديروا هذا راه تطبيق يعني بالورقة، ما عندناش حنا كنديرو ورقة، ولكن غنوريكم كيفاش غديرو هنايا كيفاش غيكون الخط. إذا باش كنرسمو الطريقة النصف نصف منصف الزاوية، إذا الطريقة أنا غادي نوريها لكم عوض أنني ندير في الورقة. إذا باش كنرسم منصف الزاوية، كنشد البركار ديالي، كنحط البركار على الرأس ديال الزاوية بحال هكا، كنفتح واحد الفتحة في البركار اللي ما كنغيرهاش هاد الفتحة، يعني كنفتحها مرة واحدة وكنخليها. كنرسم النصف القوس ديالي، يعني التقاطع ديال هاد الضلع هذا او الضلع الثاني، كنتقاطع مع النصفي ديال الاقواس، وكنحافظ على كنكون محافظ على الفتحه ديال البركار، وكنحول البركار ديالي وكنمشي للتقاطع ديال المستقيمات وكندير واحد نصف القوس، كندير واحد نصف القوس بحال هكا، وكنجي من الجهه المواليه نفس الشيء، كنحط الراس ديالي وكندير نصف القوس التقاطع ديالهم. اذا كندير التقاطع هو اللي كيحدد لي النقطه ديال المنصف الزاويه. اذا كنجيب المسطره ديالي وكنرسم منصف ديال الزاويه اللي كيقسم لي الزاويه على قسمين، مات يعني كينطلق من الراس او من الراس او وكيمشي لديك النقطه اللي تقاطع ديال الاقواس. مزيان، اذا نحيدو القلم ديالنا، نحيو المسطره، نحيو البركار. اذا نحيدو ديزاين ستريمون ديالنا، هذا هو الشكل. اذا التقاطع ديالهم قلنا كيحدد لنا الحاجه اللي كتسمى منصف الزاويه. إذن هذا هو منصف الزاوية، هذا سميه منصف الزاوية. هو منصف الزاوية. إذا نمشي التمرين الموالي، إذا التمرين رقم 4 بحالو بحال التمرين رقم 3، نفس الشيء. ارسموا الزاوية اي جي اي كا على الورقة، ارسموا الزاوية، اقص الورقة باتباع نصفي المستقيم اي كا و اي جي، اطوي الورقة مماثلة للزاوية كما درنا في تمرين 3. غير هنا السؤال اللي مطروح هو اننا ملي غادي نقلبوا على داك خط الخطي وغادي نرسموا هذاك ال، غادي نحسبوا الزاوية. اذا انا غادي نرسم الزاوية وغنرسم الخط وغادي ندير نوريكم كيفاش غنحسبوا الزاوية. صافي، إذن أنا كرسم في الزاوية، إذن هنايا جي وهنايا كا،
قلنا كيفاش كنرسموا المنصف ديال الزاوية. كناخدو البيركار ديالنا، نحيدو هذا، كناخدو البيركار كنديرو واحد الفتحة، ما كنعاودوش نفتحوها مرة واحدة، كنزلو البيركار ديالنا كنديروه في الرأس ديال الزاوية، كنرسمو كنتراسيو واحد نصف دائرة تقاطع من هنا والتقاطع هنا، كنديرو التقاطع هنا والتقاطع هنا، كناخدو النقطتين كنحتفظو بالبيركار ديالنا، كنمشي لعند النقطة اللي رسمت، كنوضع على البيركار ديالي وكندير التقاطع ديالهم بحال هكا واحد نصف القوس، وكنهز انا مازال محتفظ بهذيك الفتحة اللي درت، ملا غيرت الفتحة ما غيرناهاش، صافي. اذا ما غيرناش الفتحة، التقاطع ديال هاد الاقواس كيحددوا لي المستقيم ديالي. اذا نحيد البركار، البركار ما بقاش عنده اهميه، نجيب المسطره نتراسي المستقيم ديالي، التقاطع ما بين هاد النقطه او والمستقيم. اذا ندير المسطره ديالي بحال هكا، مزيان هكا، ندير شويه هكا، فوالا. نجي نهز القلم ديالي ورسم النصف المستقيم ديالي، يعني هذا هو النصف ديال المستقيم اللي هو اللي هنا كنهضرو عليه، مزيان. اذا المسطرة ما عندي ما ندير بها، كنديها. دابا هذا المستقيم هو اللي قالوا علينا سميتو ال، هو المستقيم ال، هو المستقيم ال. اذا هذا هو المستقيم ال. اذا خصنا نعبروا قياس الزاويه، شنو الزاويه خصنا نعبروا؟ اذا قالوا لنا احسب قياس الزاويه ال اي كا، اذا نمشي نشوفوا قياس الزاويه ال اي كا. اذا ال هذه ال اي كا، بغاو منا هاد القياس ديال هاد الزاويه هذه شحال كتساوي. اذا اش غادي نديروا؟ غادي ناخذوا، نحيدوا القلم، ناخذوا المنقاله ديالنا، نجيبوا المنقاله ديالنا نوضعوها على هذا الشكل، نزلوا المنقاله ديالنا نحطوها على الراس، ومن هنا باش تكون موازيه بحال هكا. اذا هنايا شحال عطاتني قياس الزاويه؟ عطاتني 43. نهز القلم ديالي، عطاتني قياس شحال قلنا الزاويه، الزاويه ال اي كا كتساوي شحال؟ 43 درجة. ال اي كا كتساوي 43 درجة. اذا غنحسب الزاوية الاخرى شحال كتساوي ليا، نفس الشيء غادي ندور المنقالة ديالي، ندور الرأس، ندورها شوية. في الاول ما جبتش الاولى عبار مزيان، لانهم خاص يكونوا عندي نفس العبار، حتى العبار هذه من هنا ماشي من تما. اذا من هنا شحال عطاتني هذه؟ هذه عطاتني، نجيب الصفر مع الخط، عطاتني هنا 40 45 46 47 48. انا نشوف الاخرى 48، حتى الاخرى خاص تعطيني 48، حتى هي 48، شفتوها حتى هي 48 ماشي 43. ندير القطعتين بجوجهم قياس ديالهم 48 درجة. اذا انت ال اي جي حتى هو القياس ديالها، ال اي جي قياس ديالها حتى هو 48 درجة. ماذا استنتج؟ استنتج ان قياس الزاويتين متقايسين. إذا قلنا قياس ديالها 48 درجة، والقياس ديال ال اي جي تاهي قيناها 48 درجة. إذا نستنتج أن شنو؟ أن ال هو منصف، نستنتج أن المستقيم ال هو منصف الزاوية
جي إيك تساوي جي إي ك. نمشيو للتمرين الموالي. إذن التمرين رقم 5 مثل التمرين رقم 3 مثل التمرين رقم 4. إذن أنشئوا على الدفتر زاوية أ أو بي، هذه الزاوية أ أو بي، باستعمال البركار نضع النقطة إي من الضلع أو أ، إذا نرسمو إي، والنقطة جي من الضلع أو بي هو، وبحيث تكون أو إي كتساوي أو جي ها، وحافظوا على فتحة البركار نفسها، وأنشئوا القوس مركزه إي ها وشعاعه إيكا، وقوس آخر مركزه جي. تقاطع القوسين كيعطيني النقطة ك، وهنا أحسب قياس الزاوية كأوي وكما أداس. نفس سؤال 4 هو سؤال 5. إذن إحنا بلا ما نعاودو نرسموه، راه سؤال 5 هو سؤال رقم 4. إذن نمشي للسؤال الموالي. إذن التمرين رقم 6، جو كونستخوي لا بيسيكتريس دو شاكان دي زونغل سويفون ا لاد دون غاغل سولمون. إذن عطاونا هنايا المنقالات وقالوا لنا في السؤال أننا نصاوبو منصف الزاوية لكل زاوية باستعمال المسطرة فقط. إذن حنا شنو غادي نديرو؟ غنتراسيو هاد الزوايا وغنستعملو المسطرة فقط. إذن غنتعلمو رسمو ثلاثة ديال الزوايا. إذن ها الزاوية الأولى، غنعاودو نرسموها. إذن ها الزاوية الأولى، والزاوية الثانية غادي نبداوها من هنا، الزاوية الثالثة غادي نحولو المسطرة ديالنا باش نرسمو الزاوية الثالثة. إذا حنا غنديرو ثلاثة ديال الزوايا، مزيان ثلاثة الزوايا. إذا باش غنديرو باش نرسمو الزاوية الأولى القياس ديالها 80، غناخدو المنقالة ديالنا، غادي نجيبو المنقالة فوق الرأس، نحددو الرأس بعدا هو الأول، ها هو الرأس، هذا هو الرأس، نجيبو عاوتاني رأس آخر ها هو، والرأس الثالث ها هو. إذا القياس ديال الزاوية الأولى عندي 80 درجة، غادي ننزل المنقالة ديالي وغنحط هاد الرأس فوق 80 درجة بحال هكا، مزيان. إذا الخط ديالي بحال هكا صفر، 80 درجة قال لي باستعمال المسطرة. إذا نهز القلم ونحدد 80 درجة، النقطة 80 درجة هي هادي، 80 درجة هنا، نحددوها، راشي قلم، نهز هادي، نحدد 80 درجة، هي هادي 80 درجة، نجيب المسطرة ديالي، ونطراسي ديك 80 درجة، نديرو طراساج 80 درجة. إذا 80 درجة، أرى ليا قلم، أنا نطراسي دابا 80 درجة، إذا هادي هي 80، الزاوية 80 درجة، مزيان. إذا كيما دات الزاوية 80 درجة، غادي ندير الزاوية الموالية للقياس ديالها شحال، هادي رسمناها 80 درجة، سميتها أو أ بي، ما كيهمناش الآخر نديرو التسمية. دابا قياس الزاوية اللي غادي نرسمو هو 120 درجة. إذا نمشيو نرسمو الزاوية 120 درجة، نجيو عند الرأس ديالنا، نحطو المنقالة ديالنا، نديرو هكا شوية، فوالا فوق الصفر، ناخدو العلامة ديالنا 120 درجة. إذا 120 درجة هي هادي، نجيو ناخدو المسطرة ديالنا من هنايا، نوضعو المسطرة ديالنا هنا فوق الرأس، ندورو المسطرة باش نطراسيو الخط ديال 120 درجة، ناخدو القلم، إيوا نطراسي 120 درجة، هذا هو القياس ديال 120 درجة. نمشي عاوتاني الزاوية الموالية، شحال القياس ديالها؟ ناخدو هذا فوق الرأس مباشرة، فوالا نعوجو هذا شي شوية فوق الخط، مزيان. نجيب المسطرة، نتأكدو بعدا الزاوية شحال فيها. إذا الزاوية القياس ديالها 60 درجة، غنجيو لهنايا غناخدو البوانتور، غادي نجيو لهنايا 60 درجة هاهي 60، غنجيو هنا وغنحطو البوانتور ديالنا هاهي 60، ناخدو المسطرة نجيبوها مع الرأس مباشرة، نعوجو المسطرة، جيت 60 درجة، مزيان مزيان. ناخد القلم نطراسي 60 درجة ديالي، مزيان. إذا هادي هي 60 درجة، مزيان. إذا نحيد إذا ستريمو ديالي، ما نخلي حتى شي وحدة، نحيدو المنقالة، نحيدو المسطرة. إذا نكتبو الحروف ديالنا،
جدا الزاوية هي او ا بي او ا بي قياس الزاوية الثانية، القياس ديالها شحال قلنا هنا، غنكتبو هنايا 80 درجة، هادي 120 درجة، وهادي 60 درجة. اذا حنا تعلمنا نرسمو الزوايا الا ما كناش كنعرفو. دابا نكملو الرؤوس ديالنا. اذا هادي او ما بيناش او دي شي حاجه ما بين، اذا نسميوها حنايا سي ماشي مشكل، هنايا او او سي دي ماشي مشكل، وهادي او جي اش او جي اش. اذا او جي اش دابا باستعمال المسطره خاصني نرسم انا المنصف. كيفاش غيمكن ليا ندير نصفه؟ اذا باش نرسم منصف انا كنعرف بانه كيقسم لي الزاويه على قسمين. اذا المنصف نديرو هي 80 قسمة على 2 وتعطيني هي 4. مزيان، هنا 120 نديروها قسمة على 2 وغادي نتحصلوا على قياس الزاوية اللي هو 60. وهنايا عندنا 60 قسمة على 2 غنتحصلوا على الزاوية اللي القياس ديالها 30. مزيان، اذا حتى لهنا حنا مزيان. دابا غنشدو المنقلة ديالنا وغادي نرسمو هاد الزوايا هادو. فلاش منقلة، نجيبو المنقلة ديالنا، نجيبو هنايا قلنا غادي نرسمو الزاوية شحال 40. فوالا، نجيبو المسطرة ديالنا نكوشيو بعدا الزاوية 40، ها هي الزاوية 40، كوشيو هنا مزيان. نهز المنقلة نجيبها في هاد الجهة هادي، قلنا غنرسمو الزاوية شحال 60. غادي نجيب لاكوش غنديرو على 60، ها هو مزيان. وغنهز عاوتاني وغنجي لهنا وغادي نديرو قلنا على ياش 30. مزيان، اذا نجي هنايا غنهز لوكوش ديالي وغنجي هنا 30. مزيان، اذا دابا المنقلة انا ما عندي ما ندير بها، غنجيب المسطرة ديالي وغادي نطراسي هذاك الخط ديال الخطين، غادي نطراسي المستقيم. ارنا قلم المستقيم المستقيم، هذا هو المستقيم اللي كيقسم لي الزاوية 30. فلاش نهزو المسطرة ونجيو لهنايا نديرو الزاوية 60، على قلم تراس سيغمون، فوالا. فلاش مسطرة، نجيو لهنا ونرسمو الزاوية 40. إذا نتوما راه غتسموها أحسن مني. فوالا، لاش مسطرة ما عندنا ما نديرو بها. إذا هنايا لقينا كل قياس الزاوية قلنا هو 60. إذا هاد قياس الزاوية قلنا 40، وهاد القياس ديال الزاوية حتى هو 40. مزيان، إذا هاد القياس ديال الزاوية لقينا هو 60، والقياس ديال هاد الزاوية حتى هو 60. إذا نبقى القياس ديال هاد الزاوية قلنا 30، والقياس ديال هاد الزاوية هو 30. إذا منصف الزاوية كيقسم لي الزاوية على زاويتين متقايزتين. إذا كنتمنى أنكم فهمتوا الكل مزيان، الصفحة فهمتوا التمارين. إذا كان شي مشكل حاولوا أنكم تكتبوا لنا في التعليقات. خليناكم على خير، والله يوفقكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.